هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. أهلا بكم. تأمينات الحياة أصبحت كثيرة التعقيد لكثرة المنتجات المعروضة وتنوعها من ناحية، وبسبب اعتماد المؤمنين على التاريخ الصحي والاجتماعي والعادات الحياتية للمؤمن قبل إصدار الوثيقة. هذا الموضوع ستناقش حلقة تأمين لليوم، لكن البداية مع آخر أخبار التأمين لهذا الأسبوع. أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين أنها استحوذت على 90% من أسهم تورنتس سيغورتا، وهي شركة مساهمة تركية، مقابل 2,900,000 دينار كويتي. وأشارت الخليج للتأمين إلى أن الاستحواذ يأتي ضمن استراتيجية استكمال توسعها الإقليمي، ما يمهد لتوسيع نطاق خدمات المجموعة لعملائها والمستثمرين الكويتيين. وأعلن موقع سوق المال .com عن إطلاق منصته عبر الإنترنت للمقارنة بين برامج التأمين على السيارات في الإمارات، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مسح أظهر استعداد 90% من المشاركين لتجديد تأمين السيارة عبر الإنترنت. وكشف الاستطلاع أيضا أن 45% اختاروا الإصلاح في الوكالة باعتباره العامل الأكثر أهمية عند اختيار بوليصة التأمين، فيما وضع 20% فقط عامل السعر، واختار 1.5% التغطية التأمينية على الطرق الوعرة كأحد العوامل الهامة عند اختيار البوليصة. لماذا أصبح التأمين على الحياة معقدا إلى هذا الحد؟ وما هو البونص الذي يتم احتسابه من فائض تقييم صندوق التأمين على الحياة؟ وهو يستحق فقط لأصحاب الوثائق المصدرة مع أرباح. المزيد في هذا التقرير. المكافأة في التأمين على الحياة أو ما يسمى بالبونص هو عبارة عن المبلغ الزائد بعد استيفاء متطلبات شركات التأمين. هنالك تعقيدات عدة يحملها التأمين على الحياة، حيث يعتقد البعض أن الاستثمار في مجالات أخرى غير التأمين على الحياة هو أكثر جدوى، حيث توفر لهم الحاجات المالية الآنية من الأرباح بسبب القلق من ارتفاع تكلفة هذا النوع من التأمين. وأشارت دراسة حديثة إلى أن 80% من المستهلكين لا يعرفون جيدا عن تكلفة التأمين على الحياة. وقالت دراسة بارومتر التأمين على الحياة لعام 2015 أجرتها شركة ليمرا للأبحاث والاستشارات ومجموعة لايف هابينيز التعليمية غير البحثية أن المولودين في القرن الماضي يعتقدون أن تكلفة التأمين على الحياة تصل إلى 3 أضعاف الحقيقة، ويعتقدون بأن التكلفة ترتفع بنسبة تفوق 200% مقارنة باستثمارات أخرى. وفي الوقت نفسه توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال في أسواق المنطقة نموا مستمرا حتى عام 2017. وهنالك تحديات شرعية أيضا تقف أمام نمو قطاع التأمين على الحياة، فضلا عن ضعف الوعي بطبيعة بعض المنتجات مثل التكافل العائلي تحديدا. والشركات الأجنبية بطبيعة الحال تستحوذ على الجزء الأكبر من أقساط التأمين على الحياة، والعكس صحيح بالنسبة للتأمينات العامة مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة. كما أن منتجات التأمين على الحياة هي في معظمها استثمارات طويلة الأمد وتحقق أرباح مقبولة بحسب الخبراء، وهنالك جزء كبير من الشركات في أسواق المنطقة لا تبذل جهدا كافيا لتسويق هذه المنتجات والاستثمار فيها. نتعرف إياكم أكثر مشاهدينا حول هذه المواضيع مع ضيفي في استوديو البرنامج. معنا السيد جهاد فيتروني رئيس التنفيذي لشركة أمال للتأمين، أهلا ومرحبا بك معنا. ومعنا أيضا في استوديو البرنامج السيد أيمن الحوت وهو نائب الرئيس التنفيذي في شركة الصقر الوطني للتأمين، أهلا ومرحبا بك. سيد جهاد، البداية قبل أن نخوض في مستويات الأداء لقطاع التأمين على الحياة في المنطقة، هنالك مسميات لا يألفها الكثير وهي البونص بالنسبة للتأمين على الحياة. هل بالفعل ممكن أن يأخذ المؤمن بونص ولماذا؟ أول شيء كلمة بونص بحد ذاتها هي كلمة بوزيتيف، بتعطي انطباع إيجابي للي بيسمعها. المتعارف عليه بكلمة البونص هي مكافأة بتدفع للموظفين عند نهاية الخدمة للقاء أدائهم الجيد وعملهم بالمؤسسة. إجا البونص ليكفي فكرة أنه كيف نحن فينا نكافئ حتى المؤمنين اللي معنا، لأن اليوم ما بقى في شيء فور فري، يعني حتى التأمين بدأت
تغيير فيه بثورة أكثر من 30 سنة، تغييرات جذرية فيها. ورحنا إذا ما نسميها اليوم هذه الثورة هي engineering of life insurance. عم يجربوا شركات التأمين بالتعاون مع إعادة شركات التأمين كيف يقدروا يأمنوا استمرارية التأمين مع المضمونين، لأنه خضع السوق لكثير fluctuations بين أنه يبقى المضمون معه أو يتركه بشركة التأمين. وجابوا محفزات، واحدة منها كان البونص اللي هي مبلغ بيندفع للمضمون بعد فترة معينة من سريان العقد. يعني نحن اليوم متفق مثلا عندنا 10 سنين تأمين، بعد 10 سنين في عندنا سيربلس اللي بينتج عن هذا البوليسة، هذا الفائض يعاد توزيعه إلى المضمونين. طب أسأل السيد أيمن، يعني كان هذا الأمر متواجد دائما ومعهود أكثر في الشركات التأمين التقليدية أو تأمين الحياة التقليدي، لكن أصبحت شركات التأمين التكافلي تنافس فيه ولربما هي اللي أصبحت تطرحه. طب لماذا لا يتم تعريف المؤمن دائما بأنه في لديك محفزات أخرى مطروحة على الطاولة في حال كان لديك التزام أو كان لديك استمرارية في التعاقد مع هذه الشركة لفترة أطول؟ الحقيقة مثل ما تفضلت حضرتك مظبوط، كان مطروح الموضوع هذا بالنسبة لبوالس اللي بسموها with profits، تابعة عادة بوالس الاندومنت. كانت هذه البوالس هي الرائجة قبل سبتمبر 11، قبل الانهيار المالي اللي صار. بعدها صار تحول لأنواع جديدة من البوالس اللي هي unit link policies. اليوم عم نشهد عودة عن جديد الى انواع البوالس البونصز اللي تتضمن البونص، وخاصه مع شركات التكافل. هلا البونص في عده اشكال للبونص، يعني ما في شكل واحد. واحد منهم بسموه البيرسيستنسي بونص، يلي هي بونص بياخذها اذا اتم وجوده خلال فترة البوليصة كاملة. يعني واحد لما يشتري عقد تأمين على 20 سنة، إذا أتم ال 20 سنة مع شركة التأمين ساعتها بتستحق له بونس، هي تسمى persistency بونس. في أنواع تانية من البونسز قد تدفع خلال مدة عقد التأمين كمان لتشجعه أنه يبقى وتزيد في رصيده الموجود للمؤمن له، وهي تسمى interim بونس وإلى حسبة معينة إذا بتحبي ندخل فيها بعد شوي. طب سيد جهاد، في عنا أيضا نوع من يعني مش الكل بيحصل على هذا النوع من البونص، فقط البارتيسيبنت او الويذ بروفيت. يبدو لي انه هذول هم اللي مسموح لهم ان يحصلوا او يحصلوا على البونص. شو اللي بتمتاز في بوليصتهم المصدره لحتى يستطيعوا الحصول على البونص في النهايه؟ بطبيعه الحال لما فصلنا نحن البوالص التامين حطينا بوالص تيرمز يلي هن يعتبروا مستهلكين، وعندنا بوالص الانداومنت يلي هن تتراكم معهم الارباح الانفستمنت اللي بيفوتوا فيها بهذه البرامج. هذه البرامج مقسمه الى ثلاث برامج، في عندنا الادوكيشن بلانز، عندنا الريتايرمنت بلانز، وعندنا البنشن بلانز. هلا في يختار المؤمن اي مشروع بيحبه ويمشي فيه، طبعا لكل عقد له شروطه، له المده تبعته، له حيثيته. وهون دخلت اذا بدك اكثر الانفستمنت بهذه البرامج لتجي تشجع المؤمنين انه يستثمروا اكثر باللايف انشورنس. ما بقت البوليصة اللايف هي لايف بوليصة جامدة ما فيها اي اوبشنز او ما فيها اي رايدرز. بالعكس اليوم اذا انا بدي استثمر اموالي في عندي طرق بطريق عن طريق اللايف انشورنس اقدر استثمر فيهم وبمعدلات توازي الاستثمارات الموجودة بالماركت اليوم. طب سيد أيمن، برجع لأحقية الحصول على البونص، هل ممكن تترك خيار المؤمن أنه يتم إضافتها للقيمة المجملة في حال حصول الخطر ويتم تحصيلها معها، أم ممكن أنه يتم الحصول عليها مباشرة حال اكتمال كل الشروط؟ هي البونص الحقيقة لما نحكي على كلمة بونص معناته فائض، شيء إضافي وحصل عليه المؤمن له، وبالتالي منا اوبشن. هيدي من الفيتشرز او من مميزات البوليصه يلي عم يشتريها المؤمن له. اوكي، وبالتالي حسب نوع البونص ممكن تضاف خلال العام او اخر السنه بناء على النتائج الفنيه التي تحتسب حسب المحفظة التأمينية لشركة التأمين وحسب عوائد الاستثمار التي ستحققها شركة التأمين. فالمؤمن له حق بعوائد استثمار معينة، أي شيء إضافي عن عوائد الاستثمار العادية وبناء على نتائج المحفظة المربحة إذا كان شركة التأمين رابحة له حق يشارك بنسبة من الأرباح تعلنها الشركة. وهون قوة الشركة وميزة شركة عن شركة أخرى بمقدار تحقيق الأرباح ومشاركة المؤمن له بهذه الأرباح.
جميل جدا. يبدو أنه حتى تكتمل هذه الصورة يجب أن نتعرف أكثر على خارطة التأمين طبعا على الحياة في المنطقة العربية. نعود بعد الفاصل، اسمحوا لي ضيوفوا أيضا المشاهدين بعد الفاصل، خارطة التأمين على الحياة في الدول العربية. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين، أمن عالمك. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين، أمن عالمك. أهلا بكم من جديد. ارتفعت مستويات الطلب على منتجات التأمين على الحياة في الإمارات لدى الشركات المحلية خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من احتكار الشركات الأجنبية لهذا القطاع. تقرير يعرض خارطة التأمين على الحياة في الدول العربية. شهدت مستويات الطلب على منتجات التأمين على الحياة نموا ملحوظا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من احتكار الشركات الأجنبية لهذا القطاع، في الوقت الذي أعلنت شركات التأمين الإماراتية عن خطط لطرح المزيد من هذه المنتجات قريبا تلبية للطلب المحلي. معدلات النمو في أقساط التأمين على الحياة تتباين من شركة إلى أخرى، ومنتجات تأمين الحياة التكافلي والتكافل العائلي وفرت بديلا للعديد من المتعاملين الذين يبحثون عن منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين عمر الأمين أن الشركة حققت معدلات نمو كبيرة في أقساط التأمين على الحياة خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن طرحت المزيد من المنتجات التي تعنى بالادخار والحماية للمتعاملين، مشيرا إلى أن أقساط الشركة في هذا القطاع وصلت إلى 350 مليون درهم. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتأمين التكافلي جهاد فيتروني أن مستويات الإقبال على منتجات التأمين على الحياة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة من قبل مختلف الشرائح المتعاملين، مشيرا إلى أن معدلات النمو في هذا القطاع بالنسبة لشركة أمان وصلت إلى نحو 45% خلال الفترة الأخيرة. وأضاف فيتروني أن الشركة تسعى للاستفادة من الفرص في هذا القطاع وتلبية الطلب على منتجات التأمين على الحياة، لافتا إلى أن هناك دراسات قائمة حاليا لتحديد الاحتياجات في السوق بالنسبة للشركة التي تعتزم طرح منتجات جديدة. ونعود من جديد مشاهدين لاستكمال حديثنا، وأين تتجه سوق التأمين على الحياة في المنطقة العربية؟ ما هي آخر أرقامها؟ وأرحب بضيفي سيد جهاد فيتروني وأيضا السيد أيمن الحوت. سيد جهاد، يبدو أنه طبيعة التوجه اليوم في قطاع أو منتجات التأمين على الحياة في المنطقة العربية أصبح أكثر اتساعا مما كان عليه من قبل، خاصة بعد انتشار الوعي وطرق أيضا تسويق هذه المنتجات. هل تجد أننا اليوم حققنا نمو كبير جدا مقارنة بالمنتجات التأمين الأخرى؟ نمو جيد أكيد ما فينا ننكره، بس منه كافي بصراحة، ولا حتى يعني موضوع الأورنس أخذ حقه بعد بالكافي، حتى ما نكون عم نبالغ بال أو نفرط بموضوع الأرقام. نحن لحد اليوم فينا نحكي عن 30% مستوى النمو اللي حصلناه بآخر فترة، بس هذا كمان برضو منه كافي. النتائج بتفرجي أنه تختلف الأصوات من سوق إلى آخر من حيث أنه كيف يعني المجتمع عم يتقبل فكرة التأمين على الحياة. تعرف أنت اليوم في عندك أشخاص لا يؤمنوا بالتأمين على الحياة، يعني هذه بيخدوها من مبدأ أنه ديني، نحن ضد التأمين على الحياة، ولكن كون البوليصة تشمل أمور متعددة فأصبحت مقبولة. بس ببعض الحالات عم يكونوا لهذا الأشخاص تأمين على الحياة ملزمين فيه، خاصة إذا راحوا ليقترضوا من المصارف أو إذا لا يشتروا يعني بعض الأشياء اللي بيلزمهم بالتأمين على الحياة على أساسها. فهون هو اندايركتلي عم يبلش يفوت بمنظومة التأمين على الحياة. لكن طبعا إذا بنحاول نخيره بين يكون عنده تأمين تقليدي أو تكافلي رح يروح للتكافلي. التكافلي بلش يعطي نتائج أفضل كونه عم يكون حالة بديلة للأشخاص يلي عم بيقولوا أنه نحن التأمين بالنسبة لنا حرام. إجا التكافل يغطي هذه الشريحة ويزيد حجم التأمين الحياة بالسوق. فهون هذه التغييرات لعبت دور كتير كبير خاصة بموضوع التأمين التكافلي. نعم سيد أيمن، التأمين على الحياة في دولة الإمارات أيضا اتسع وأصبح يعني كونه سوق الاقتراض كذلك العقاري كبير ومتوسع وإجبارية هي يعني الحصول على هذا
هذه الوثيقة أصبح انتشارها واسع. هل نستطيع أن نقيم الإقبال على التأمين على الحياة ونحن نعلم أنه في أشخاص مجبرين على فعله، يعني وكأنه مش خياري، هل نستطيع أن نقول نحكم على السوق بشفافية فعلا حقيقية، وخاصة أنه مجمل البوالص تأتي هي بطلب من البنوك؟ صحيح، هذه البوالص الحماية هذه تأتي بطلب من البنوك إذا أخذ قرض سيارة أو قرض منزل أو أي نوع قرض تاني. بس كمان لازم نميز بين أنه المنتجات الاختيارية، الحقيقة صار في عملية شراء لمنتجات تأمين الحياة كمنتج استثماري وليس منتج تأميني. يعني الكونسبت العملية الشراء تمت تحت إطار أو فهم أنه هذا منتج استثماري. عمليا نحن ما فيها نفصل الحياة عن الاستثمار مع بعضهم. فأكثر شيء لقينا خلال السنوات الماضية لما كانت الأسواق بحالة صعود أنه في سينجل بريميوم بوليسيز، البوالص ذات المبلغ بدل التأمين الواحد أو قصة التأمين الذي يدفع مرة واحدة، دخل كثير عليها ناس بهالاتجاه هذا. نعم. يعني بحسب فئات التأمين على الحياة تجد الإقبال أكثر أو أقل. صحيح، بس المعظم وخاصة بالنسبة للمسلمين أو المواطنين شافوها كمنتج استثماري وليس كمنتج حياة، من هالنظرة شافت الأمور. وأصبح أصلا أكثر استخدامها تسميتها إنها بوليصة استثمار أكثر من أن تكون بوليصة حياة. طب أعطينا رقم سيد جهاد، يعني السوق الإمارات يبدو أنه كما ذكرت في نمو، وشركات التأمين يعني بحسب الجهاز الرقابي في الدول العربية، الجهاز الرقابي يلزم شركات التأمين أن تفصل حساباتها، يعني حساب التأمين على الحياة مختلف عن كل المنتجات الأخرى. طب في التأمين على الحياة في الإمارات شو الرقم اليوم وصل؟ الرقم صراحة اللي صدر من مدة أسبوع بيحكي عن 50% من المؤسسات العاملة ومسجلة بدولة الإمارات عندهم تأمين على الحياة. أنا برأيي هذا الرقم كتير كبير مقارنة مع دول أخرى، وهذا بفرجينا أنه قديش نسبة الوعي بدأت تاخد حيز كتير كبير فيها. يعني بعد في عنا 50% بدنا نحاول كمان نغطيها بهذا المجال. طبعا تختلف مع دولة الإمارات مع الدول الأخرى، يعني بالسعودية أقل بنسبة تقريبا بتحاول 30، نحكي ب 30%، بالدول الأخرى كمان أقل من هيك. بس اليوم إذا نطلع نحن قديش عم بيلعب دور التأمين على الحياة بالاقتصاد، عم بيشكل يعني حجم كتير كبير، وخاصة إذا بنروح مش بس بالخليج، بالدول الثانية مثلا مثل ماليزيا. نعم سيد أيمن، يبدو يختلف الإقبال على شرائح منتجات تأمين على الحياة عن البقية في مقصد واحد، يعني عندما يكون هنالك نوع من شح السيولة في السوق أو عدم وجود مداخيل جيدة، خاصة المنطقة تمر بنوع من الأزمة وهنالك تقشف من قبل الحكومات، لذلك أصبحت المصاريف على الكماليات من وجهة نظر البعض غير ضرورية. يعني التأمين على منتج يمكن المركبات والصحي هو بالمرتبة الأولى، الحياة كونه أيضا ممكن يهدد فقدان الوظيفة أو مثلا عدم المقدرة على تعليم الأبناء وغيره أيضا أصبح مطلب. أين تجد القاعدة المتوازنة اليوم بين تقشف لحكومات تخوف من فقدان وظائف وأيضا إقبال على هذا المنتج؟ أنا بشوف العملية معكوسة. لما يكون الوضع الاقتصادي ضيق نحن بحاجة أكثر لمنتجات تأمين الحياة، فهي عملية معكوسة. لما يكون الواحد بوضعية رخاء ومرتاح والوضع المالي جيد الحاجة تقل. وأعطيك مثل بسيط جدا، خذ الوضع الاقتصادي في لبنان والمغرب، هاي بلدين معروفة أوضاع الاقتصادية، بتلاقي نسبة البنتريشن عندهم بتأمينات الحياة من أعلى الدول العربية بهالبلدين هدول، يلي اثنيناتهم يعانوا من ضوائق من ضائقات مالية إلى في وعي، ما زال في توجه بهالشكل في عملية الوعي. وهون هذا دور شركات التأمين الموجودة في المنطقة الخليج العربي أن تقوم بدور التوعية، ودور الصحافي والإعلام كمان بعملية التوعية. بس كمان في عامل إضافي، أنه بدول الخليج عندك شريحة كبيرة من الناس يلي هن من غير المقيمين، للإكسباتريتس، وبالتالي لا يقبلوا هالغير المقيمين على منتجات استثمارية. عادة كل واحد بفضل يشتري هالمنتج من شركة ببلده، لأنه بعد فترة بعد ما ينهي خدمته كغير مقيم في الدول اللي هون بده يرجع على بلده، فبيحب يكمل بوليصه ببلده. وهيدي الحقيقة عم تخلق الفرق. هذا سنناقش ربما في حلقات قادمة برنامج تأمين، كيف يمكن لشخص أن يستكمل بوليصته، يعني وخاصة إما مع شركة أخرى أو مع نفس الشركة لكن من بلد آخر. أشكركم جزيل الشكر، ضيوفي في استوديو البرنامج السيد أيمن الحتنة رئيس التنفيذي في شركة الصقر الوطني للتأمين، والسيد جهاد فيترون وأنت رئيس التنفيذي لشركة أمان للتأمين. شكرا جزيلا لكم. شخصية جديدة نتعرف إلى أبرز إنجازاتها في قطاع التأمين العربي ضمن فقرة قصص من عالم التأمين، فمن هي؟ صراحة لا، هي دراستي كانت شغلة تانية بالبرة. أنا درست صيدلة
واشتغلت شوي بالصيدلة، رحت على التأمين بالصدفة. بديت بالتأمين الصحي لأنه له علاقة نوعا ما بدراستي، فبديت فيه وقعدت تطورت فيه من تأمين صحي لتأمين صحي وحياة لتطوير، فأخذت أكثر من بوزيشن منه، مدير تطوير، نائب مساعد مدير عام، نائب مدير عام، لوصلت لمدير عام لشركة تأمين من الشركات الكبيرة والرائدة بالأردن. بعد هذه الخطوة هل وجدتي أنه المكان في التأمين قريب إلى طبيعة دراستك في الصيدلة، خاصة أنه ربما حتى تخصصك السابق في صعوبة أكثر؟ إلى أي درجة هو قريب أو بعيد من تخصصك الأساسي في أكاديميا؟ الصراحة هو كان في اختلاف وبده تعب شوي عشان تعرفي قطاع جديد، تعرفي كل تفاصيله، بس أكيد شهادتك شو ما كانت بتوسع أفقك وبتخليك بتقدري توصلي للي بدك إياه أسرع. بس عشان أنا كمان أكون أقدر أوصل للي بدي إياه أسرع، دخلت دراسة للتأمين وبديت فيها، أخذت مبدئيا الشهادة الأولى فيها وعم بكمل فيها عشان أقدر أفهم الموضوع أوسع وأكثر. وكيف وجدت نفسك قادرة على الاستمرار في هذا المكان، خاصة أنه ربما في البدايات كنت تشككين في مقدرتك على أن تكوني في مكان غريب عليك وربما أجواء مختلفة عن الذي كنت ترغبي في أنك تتخصصي فيه؟ أكيد أنا المكان اللي أنا موجودة فيه بطمح إنه أشتغل بكل جهدي فيه عشان يكون من أحسن الشركات الموجودة بالسوق وبالقطاع كاملا، وللمستقبل أكيد بطمح لأي مكان بيكون فيه لإلي برضو فرصة منيحة. قلما أجد سيدات يعملن في قطاع التأمين، هل وجدت مساعدة ومساندة من الزميل الرجل في هذا القطاع أم بالعكس ربما كان هنالك منافسة لأنه يعتقدوا أنه هنالك تخصصات من ضمنها تخصص العاملين في قطاع التأمين هي أكثر ما تكون للرجال، ولربما أنت تشكي لكنت في فترة من تواجدك في هذا العمل بعض من المنافسة من الزميل الرجل فيها؟ أكيد أنا بشوف لا يقل أبدا دور المرأة حتى في أي مجال، وفي مجال التأمين بالذات ما بيقل أبدا عن الرجل. طبعا الرجال في بالمقابل في منهم أكثر من تفكير وأكثر من وجهة نظر، في ناس بدعموا، في ناس لا بحسوا في تنافس كبير وإنه ليه ست تيجي تاخذ هيك بوزيشن ممكن إحنا ناخده، بس ستيل في ناس في عندهم الفكر والمنطق والعقل المتسع اللي بيفهم وبدعم بصورة أكبر. نصائح اليوم يقدمها جهاد فيتروني. رح نحكي عن تأمين الحياة. تأمين الحياة صار من أهم أنواع التأمين يلي كل شخص لازم يعرفه ويعرف حاجاته لهذا التأمين. نحكي عن تأمين التقاعد يلي هو جزء صار أساسي من أي مجتمع يأمن نهاية خدمة للأشخاص يلي ما عندهم مؤسسات بتأملهم هذه التعويضات يلي نسميها نحن نهاية الخدمة. اليوم في تأمين اسمه تأمين التقاعد اللي بيغطي هذه الحاجة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج تأمين. لمتابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة زورونا على موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك.